هذه امرأة سقطت في مطبخها وضرب رأسها على البلاط، ثم بعد هذه السقطة مرضت وراجعت الأطباء مدة من الزمن ولم تبرأ من مرضها، فأشاروا عليها أن تذهب إلى أهل الرقية، فذهبت إلى أحدهم وقال لها: أدركي البلاط الذي سقطت عليه بالمنديل واغتسلي عليه كل يوم، ولم تفعل هذا حتى تسأل أحد العلماء، فما توجيهكم؟ هذا كذاب، هذا كذاب ودجال. وش علاقة البلاط وغسله بالمنديل؟ هذه امرأة أصيبت في رأسها، هذا أثر سقطة، هذه علاجها عند الأطباء، يكشفون عليها ويشوفون الخلل الذي في رأسها، أو أنها أصيبت بجنون مس من الجن فتعالج بالرقية، أحد أمرين، إما فيها مرض عضوي بأثر السقطة هذه يعالجها الأطباء، أو أنها أصيبت بمس من الجن هذه تعالج بالرقية الصحيحة الشرعية عند أهل العلم لا عند المشعوذين والدجالين. نعم.